كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا غادي عند جداتي دابا، خلطنا عليها على ام عتاني، نحنكسو معاها شي شويه. المهم انتم معانا، يلا ام عتاني. هيا امي هضري معاها. امي مسكينه مريضه، جينا نطلعوا عليها. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ ايوا اش غندير، مسكينه مريضه، جينا نطلع عليها الطونسيون، كانت عيانه وجينا نطلعوا عليها. دعوا معاها بالشفاء. لقيت صافي عجنات الحرشه ديال الشعير، ديال الشعير لقيتها عجنات. اش درتي فيها امي؟ ديال البلبول. شحال درتي فيها ديال البلبوله؟ ما بلا عبر، انا غير كانت عندي. وشنو خدرتي فيها؟ ها؟ سميده. سكوت. سكوت واسكوت. هذا البلبوله كانت عندي. نعود هالطاوة بعجنتها بالخميله شويه المعجونه. اها. وشويه هذيك ديال الباكيه. سميتها الشاشيه. يا الخماره. ايوا هذا. والزيت. درت لها شويه الزبده، انا غادي نرشها هكا. هادي تولي زقيل بالبول. لا زكتها. ترى داكشي درت زكتها. ودرتي فيها الخمارة؟ ها خمارة. قلتي صيف ما درتش انا الخميرة المعجونة، وهذا خميرة المعجونة والزيت وشوية الزبدة مذوبة. من المغرير العشيه جبنا على جده اليوم. العشيه طيبه من جناح قلبي. صافي تزبط قلبي. 3 2 3 4 5 6 7. انا راه قريت هلا ما فراسك خبار. 0 1 حافظه. 4 5 6 7 8 9 10. صافي مشتاي. قالوا لك علي مات. درنا ليه داروا ليهم الحفله. ايوا صايبت كيكه وديتها معايا. شوف صنه الرفيسه اللي درت. وي والله الا بغيناك تجي صافي انت مريضه. كنشوفها شي هنا. والله الا عم تيجي. انا بغيناك تجمعي معانا صافي. ما بقيت ما نصور لكم كسكسو، ديما كنصوروا لكم، كنصور لكم ديما الشغل. صافي ورغبت راه جديك لي وصلني معاك، كنبدا جد نطول عليها وصافي. نتوما معايا كيما دوزنا عاوتاني هاد العشيه، دوزوها مع لقيت جده مسكينه مريضه طلع عليها الطونسيون. شويه غير حرشه ديال جده ديال الشعير الطريف هذا، ماشي مشكل. معليش اي ضروري الشعر تيجي رطب باش جات رطبه واقيله من رباينه على زبده. حضرت لها الحماره.
هنا يا البنات روتين جديد ديال نهار السبت، ما لقيت ما نصور لكم نهار الجمعه. صافي مشيت درت مع جده الكوتي وطليت عليها مي سمعتها مريضه، وجيت صايبت العشاء. صراحه ما لقيت شي حاجه اللي غنصور، وقلت نشارك معكم اليوم الموالي. كما كتشوفوا هبطت الماريو كامل طويته، وحيت كان عندي شي تصبيب في السطح وبغيت نطويه وما جاتنيش ماريو مرول، ونزيد نطويه على هذاك الشيء مرول، فقلت خصني نقاد هبطت كل شيء تقريبا هبطته وعاود طويته. صافي غنطوي هادشي وغنشارك معكم واحد الشكيل ديال الحلوه. المهم هانتوما معايا دوزوا معايا هاد النهار. صبقت الماري هو الاول، عاد قلت نجمع بيتي مزيان وعاد نمشي للكوزينه. السلام عليكم بلاس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا يلا جايه من السوق دابا، باقا بالمونطو ديالي، باقا كاع ما حيدته، وجبت معايا الشطون. لقيت واحد الشطون غزال. بعدا اليوم السبت، روتين جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا قديت الماريو، شد ليا الوقت بزاف، ولكن فيا واحد القاعده، الحوايج ما نقدرش نهبطهم من السطح، نطويهم ونلقى الماريو مربج. كيجيني بحال ما قاداش نطويهم، فهمتوا؟ يعني غنطويهم من اليوم مربز ضروري، كنبدا نقادو شي حاجه الا ما بغيتهاش كنبقى نحيد. عرفتي كنبدا نحارب الحاجه اللي ما كنلبسهاش، كنشوف راسي ما كنلبسهاش صافي كنحيدها. شي حاجه صغارت على معتامين، كنبدا نقص نقص نقص. تقريبا وليت فيما نقاد الماريو كنحيد وصافي. البنات دابا جبت معايا القوام ديال الحلوه، غادي ندير معكم واحد التشكيل غريبه. هي غريبه بواحد الشكل واحد اخر، كتجي بالزبيب وبكاوكاو وبزنجلان، وكاين اللي كيديرها حتى يدير معاها في بلاصه الكاوكاو كيدير اللوز. حنا درناها في داروها ليا، دارتها ليا ماما باش كنت ولدت، صايبتها لي هي واحد الشكل اخرين باش كنت جا عندي الناس يباركوا ليا، صايبتها ليا باللوز. صراحه جات غزاله ولذيذه، حتى بكاوكاو كتجي فنه. غادي نديرها معكم بزنجلان، ولكن حتى نحيد القربله ديال الماء عندي الفطور، باقا كاع ما غسلتهم حيت غسلت شي كويسات ومقالي وشي حاجه، وبقى ليا شي حاجه ما غسلتهاش. وغنرد العدس، جبت العدس البلدي غادي نديرو، وغادي ندير شويه الشطون غادي نقليه وصافي. وندير هاد الشكيط الحلوه حتى هو دابا، نصايبو ونديرو يطيب ونضرب واحد التجفيفه للدار. الدار صراحه عندي نقيه، سيقت نهار الجمعه. صافي هذا هو الروتين ديالي. المهم انتم معايا، ما تنساوش لايك لايك البنات لايك. كنلقى المشاهده وما كاينش اللايكات، وحتى المشاهدات ما كاينش بزاف، ولكن المهم ندير لي عليا وكمل على الله. يلا بقاو معايا. اللوز كاوكاو كديري داك الغليظ، انا حيت عندي هذا الرقيق فاكتفيت به. حمرته في الفران هو وزنجلان، ونقيته ودكيته في المهراز ولا طحنوه في مولينيكس. صافي دابا غنبداو على بركه الله المقادير. هنا غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال كاوكاو،
يكون عامر. هنايا كاس ديال الزنجلان عامر ديال العنبه. هنا غنحتاجو جوج ديال البيضات. غادي نحتاجو هنايا تقريبا شي جوج دراهم ديال الزبيب. غنحتاجو كاس ديال العنبه ديال الزيت. غادي نحتاجو جوج ديال الخمارات. وغادي نحتاجو كاس ونص كاس ديال العنبه. سمحوا لي كاس وربع، كاس وربع ديال السكر سنيده ديال العنبه. غادي نحتاجو الزبده ديال 250 غرام، ربعه ديال الزبده تكون النوعيه ديال الحلوه. وغادي نحتاجو كيلو ديال فورص رطب ديال الحلوه خاص بالحلويات. المهم غادي نبداو الطريقه على بركه الله. غادي نحيد هذا الشيء باش ندير اتساع. تشوفوني حبست التصوير حيت جا راجلي وصافي قليت ليه الشطون دغيا وحطيت ليه يتغدى. ويلا ومعايا نكملوا الحلوه. حتى البنات يلا غادي نصايب معكم الحلوه. وسمعوا تبارك الله الشتاوات، يلا غنصايب معكم الحلوه. وهذا وراجلي جا قال تعطيني نتغدى. صافي نطش عطيتو تغدى. دابا غنبدا نصايب معكم الحلوه اللي غادي نحتاجو فيها ربعه ديال الزبده ديال اللدة. نقص شويه قدر من الاضاءه الزبده. صدقت الخبز خليته كيخمر. دابا غادي على ما نعجن الحلوه نديرها طيب باش ما ينسالي الحلوه. الحلوه غير كطيب. صافي غادي نزيد معها كاس ديال العنبه ديال الزيت. بغيت نصايبها قبل ما يجيو يجيو عندي شي هلاس. داكشي علاش ما بغيتش قلت نصايبها دابا. صافي ها نتوما كتشوفوا جا عطيتو تغدى بعدا هو الاول. وعاد غادي نكمل باش غادي نرول واحد الكيكه. اصلا خليتها انا ما درت لا في الثلاجه لا والو، خليتها في الكوزينه باش من نجي نخدمها ما تتعذبنيش. نزيد معها جوج ديال البيضات. صافي غادي نبقى نخدمها البنات حتى تزدد ما تبقاش يعني تولي بحال شي بوماد ونرجع لكم.
ودابا غادي نزيد كاس ديال كاوكاو عامر وكاس ديال الزنجلة. الزنجلة حمرته وكاوكاو حتى هو حمرته ونقيته ودقيته في المهراز. نتوما شوفوا شنو بغيتوا، اما ديروا في المهراز اما طحنوه، غير يكون شويه مهرمش باش ملي كتجي تاكلي ديك الحلوه كيجي فيها المذاق الزنجلان وكاوكاو. غادي ندير الزبيب، هاد الحلوه البنات غتعجبكم كتجي زوينه. وغادي نزيد كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه ديال السكر، ونحاول نخدموها هكذا بيدينا هي كتخدم. باش ملي كنزيدو دابا غادي نزيدو الخمارات، مكاينش اللائحة، نزيدو الخمارات حيت راكو عارفين فيها الخمارات جوج ماشي وحده. غادي ندوز هذه في الطحين وندير لها بحال هكا، ديروها في يديكم بحال هكا على هذا الشكل هذا، وغادي تحطوها اللي بغيتو. هاي الحلوه البنات، شوفوا تبارك الله، يعني شوفوا تبارك الله، يعني حلوه دوازاتي تخرج لكم بصيل ديال الطوس عامر وحلوه هشيشه البنات. الاهم انها هشيشه، هذا راه سكر كلاصتي سبيسيال. هانتوما البنات شكيتش هشيشه ورطبه، تعجبكم بزاف، غتدي واحد المذاق فيها الزنجلان وكاوكاو. ولا بغيتي تزيدي معاها حتى شويه اللوز زيدو، انا شحال مره كندير معاها اللوز، هاد المره درت معاها غير الزنجبيل وكاوكاو. هاد الكوتي هذا غادي نقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش لي لايك وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، ومع السلامه.